افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد الخليفة وزير النفط رئيس مجلس إدارة بابكو فعاليات اليوم العائلي تحت شعار نحن نهتم، والتي جاءت في ختام فعاليات أسبوع البيئة والصحة والسلامة 2018 لشركة نفط البحرين بابكو. معادلة يضمها الإنتاج الوظيفي الذي يبرهن حاجة بيئة العمل إلى الصحة والسلامة لكل عامل، وضع قدمه على درجات السلم الوظيفي لتكون هي أسلحته في تحدي كل الصعاب التي أمامه، ليكون ذلك متمثلا في ختام العام الماضي باستكمال 15 مليون ساعة عمل من قبل موظفي شركة نفط البحرين بابكو والمقاولين دون وقوع أي إصابة مضيعة للوقت، وتحقيق رقم قياسي جديد في استكمال 17 مليون ساعة دون إصابة مضيعة للوقت قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري. مثل هذه الفعالية تأتي يعني للتأكيد وتوصيل هذه الرسالة ليس فقط للموظفين ولكن للأطفال كذلك، ومثل ما تشوف يعني الفعالية فيها كثير من الفعاليات الأطفال وتجمع أسرهم، ونشكر القائمين عليها. بابكو حققت الكثير، استلمت يعني العام الماضي جائزتين من معهد السلامة البريطاني، وهي أول شركة في العالم، أول مصفاة تستطيع أن يعني تحصل على هذه الجوائز. زيادة الإنتاج والجودة العالية لا تتحقق إلا لمن توفرت له معطيات الأمن والسلامة، لذا من خلال فعاليات أسبوع البيئة والصحة والسلامة تحرص شركة بابكو على ترسيخ ثقافة السلامة المهنية ليس فقط في مواقع العمل ولكن في شتى ربوع المجتمع. أسبوع البيئة والصحة والسلامة يعتبر من أهم الفعاليات في شركة بابكو، لأن أهمية تتنبع من أنها تتفق مع رؤية القيادة الرشيدة في التنمية المستدامة، حيث أن رؤية بابكو كذلك هي نحن نهتم، فنحن نهتم بالموظفين والمقاولين وعائلاتهم والبيئة ومعداتنا. اليوم العائلي من أسبوع البيئة والصحة والسلامة يأتي تماشيا مع رؤية مملكة البحرين 2030 للتنمية المستدامة، كما يأتي في إطار جهود شركة بابكو على انتهاج الممارسات الآمنة في العمل خلال جميع الأوقات، بما يسهم في إرساء بيئة عمل آمنة وخالية من الحوادث والإصابات. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.